الشيخ علي الحاتم استيبان عندما جاء من أربيل إلى الأنبار إلى بغداد صارت ضجة، كل واحد بدأ يخاف على روحه، كل واحد بدأ يحسب حساب الآخرين، من بشر من أنه هنالك شيء سيحدث في مرحلة علي الحاتم استيبان، إلى الحد كل من واحد قام ينظر وراء كذا. لكن وراها بدأنا وجدناك مسالما تماما، لا عندك شيء بهذه القصة، والآخرين أيضا أطمئنوا. بين الدخول والمرحلة الحالية شنو اللي اختلف بك شيخنا؟ ما اختلف شيء صدقا، أنا هم ما أعرف، يعني واحد يرد ديرته والمنطقته والأهله، ليش هالمشاكل وهالإعلام اللي ما أعرف أنا هم ما، يعني تفاجأت والله. ليش الكل كان خايف وكأنه أنت جيت بمشروع؟ والله هو حتى احنا فهمنا وأنا التقيتك، نعم، أنه أنت عندك مشروع في الأنبار، نعم، أو مع سياسي الأنبار، نعم. ما حصل شيء؟ لا هو مو ما حصل شيء، بس هم اعتقد كانوا ماخذين فكره غلط. انا ما جيت ضد احد، اي، ولا جيت اريد اهدد احد، ولكن بالنتيجه وجدت ان هناك من هو خايف ان جيت تكون تهديد. ما اهدد من؟ يعني لا اهددهم ولا عندي شيء معهم، ولكن دائما بعضهم حراميه، والحرام دائما يخاف يعني من، ولا هو مفضوح مع الأسف. يعني أنا أقول يعني أكثرهم، مو كلهم، وأكثرهم أنا أشبههم يعني وضعهم مثل ستر العنس حيشاك. أي. فبالنتيجة ما شيء يختلف. أنا جيت أرجع المضيفي بنص ديرتي وأهلي، هم ما سلمنا من كثر الضغط اللي صار، وتدري استخدام أوراق ضغط علي صارت، فما درت بال، لذلك السكوت نوبات أو تجاوز المحنة. أي نعم هي أكو مسائل كثيرة استخدموها، يعني تسييس بعض الأمور أو القضايا. تدري إحنا السنة موضوعنا أو ثوبنا الإرهاب، يعني ما عدنا شيء. وإذا جيت لقيت دعاوي ما شاء الله مشرشحة بكل محافظات العراق، أي، على شنو ما تعرف. فأنا فهمت أنه إذا جايب شيء علي فعليك أن تسكت، وأنا لو جايب شيء والله ما أسكت، أنا مو من طبيعي أن أسكت، يعني ما أحسب حساب مع جل احترامي لأي جهة سياسية. ولكن صدقا أنا ما جيت أهدد أحد، ولكن من حقنا نجي لمناطقنا ونرجع نعيد وضعنا ونعيد ترتيب أمورنا، ولكن لا تخلي المقابلة يشعر أنه مهدد حتى لا يسوي مشكلة للناس. أنت شو تصنف نفسك الآن، سياسي؟ لا أنا سياسي أعوذ بالله، لا أه؟ لا، مع جل احترامي اللي يعتبر نفسه سياسي، هذا عمل السياسة عمل. أنا ما أتشرف أن أكون سياسي في العراق. وإلا لا معارض؟ ما زلت معارض. معارض؟ نعم، اكو كثير من. شنو شكل المعارضه اللي تمثلها انت الان شيخنا؟ يعني عندك تكوين، عندك قاعده؟ احنا عندنا تكوين. بعدين اريد اسالك سؤال، يعني اوجه، انت من طبيعتك تسال، أي. بسم الله خليني اسالك انا الان، ايش قد نسبه الشعب العراقي اللي معارض الان ما يجرى ضد اللي يمثلون، نقول الاحزاب ما نقول النظام السياسي، اللي يمثلون الان حسب بيانات المفوضيه 80%. احسنت. المقاطعين الانتخابات. احسنت. وهذا في كل معظم الدول، ما نقول كلها، معظم الدول في العالم تلقى السواد الاعظم 80% هم اللي يعارضون. ما احنا شو نريد يا اخي؟ والله انا حكيت ترى من وراء 2006 و7 و8 و9 و10 بعده لقاءات، قلت عمي حكموا، جيبوا خليه يحكم، مو سبه ان يكون مذهبيته او قوميته، جيبوا عراقي يعني خليه يحكم عراقي. بس تدري الوقت يعني صار عندنا نضوج بموضوع العمليه السياسيه، واذا وجدنا هاي السؤال فاحلام مع الجهال. هذا طريق مرسوم من برا، عليك أن تمشي وأنت ساكت. لا تصدق أكو نظام سياسي حر في هذه المنطقة أصبح، لا، أكو توجيهات وأكو سياقات يمشي عليها النظام في هذا البلد، لا يمكن أن يتغير. نعم قد يكون أكو عندك مساحة تتكلم بيها تنطي رأيك، ولكن أكو خطوط إذا تعديتها نظامك هذا كله إن شاء الله ينقش. فما عندنا أن نلوم الطبقة السياسية لأنها محكومة فعلا، إذا ما محكومة من الأمريكان فمحكومة من بعض الدول المحيطة بها. زين، النظام السياسي محكوم من الإيراني ومحمي من الأمريكان. لا، محمي ومحمي من الأمريكان.